يكون معايا النهارده الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ صلاح، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. خلينا نبتدي جولتنا الاخباريه باجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. وعرض وزير التعليم العالي خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من التحديات التي تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق. أستاذ صلاح، الخبر ده فيه جزئين، خليني أتكلم على الجزء المتعلق بالتخطيط العمراني و الحفاظ على القاهرة التاريخية وتطويرها. شايف القيمة التراثية الأصيلة للقاهرة التاريخية وأهميتها، وإن احنا نطورها بس بنفس بشكل القاهرة التاريخية، بروحها، بعبقها، بكل الحاجات دي، ما نغيرش ملامحها ازاي، خاصة انه في الخبر، في متن الخبر، انه في تحديات بتواجه الدولة لانه في مباني كتيرة محتاجة ترميم فعلا. هو طبعا الخبر زي ما حضرتك تفضلتي له شقين، شق خاص بالجامعات والجامعات، لا ما هنيجي للجامعات بعد كده، تمام، وشق خاص بتطوير القاهرة التاريخية. تطوير القاهرة التاريخية يعني حقيقي الدولة خدت خطوات كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، يعني دلوقتي في القاهرة الفاطمية وفي القاهرة الخديوية وفي القاهرة التراثية. طبعا النهاردة ده كله بيشمله التطوير، شفنا اللي حصل في الفسطاط، شفنا النهاردة التطوير اللي بيشمل قلعة محمد علي حوالين القلعة. قلعة طبعا ده يعني بتضم الكثير من الآثار اللي مرت في فترة تاريخية كبيرة على مصر. فالنهاردة كان للأسف الشديد السنوات الماضية كان في نوع من العشوائيات امتد حتى للمناطق المحيطة بالقلعة. فطبعا ده كله تم يعني إزالة العشوائيات دي، وبيتم النهاردة التطوير بشكل حضاري وشكل يعني بيعبر عن شخصية القلعة التاريخية. يعني حتى المخطط العمراني اللي بيتم حوالين القلعة النهاردة لو شفناه فعلا التصميم نفسه متناغم ومنسجم مع الطبيعة التراثية لهذا الأثر الكبير. النهاردة كمان يعني لأنه طبعا المنطقة زي ما حضرتك عارفة، منطقة القلعة بالمناطق اللي حواليها فيها مساجد أثرية وفيها مناطق أثرية يعود بعضها لأكثر من 300 سنة. صحيح. طبعا كل يعني معظمها عوامل الزمن والتراجع في الاهتمام بها على مدى السنوات الماضية طبعا ده أثر على كيان المنشأة وكيان الأثر. فالنهاردة احنا بنستعيد الأثر بشكله الأصلي أو شكله صحيح، فبيتم الترميم على أساس أنه يعود لأصل الشيء. نمرة اتنين النهاردة حتى سور مجرى العيون، سور مجرى العيون بالظبط، وما بعد سور مجرى بالزبط، وما خلف سور مجرى العيون، المنطقة دي كمان منطقة حيوية جدا بالظبط. يعني العشوائيات اللي تم إزالتها وإقامة مباني ومنشآت تناسب المنطقة، يعني حتى الشكل المعماري كان يعني برضو بينسجم ويتناغم مع طبيعة سور مجرى العيون. فالنهاردة احنا شايفين فعلا اهتمام بالشكل التاريخي والشكل الحضاري للقاهرة التي يجب أن يعني نفخر بها، يعني لأن عاصمة مصر النهاردة عاصمة يزيد عمرها على 1000 سنة. النهاردة لما يكون فيها تشمل خليط من الآثار والمباني التاريخية، وطبعا وسط البلد فيها ثروة عقارية وفيها مباني على الطراز البلجيكي والطراز اليوناني والطراز الطلياني والطراز الفرنساوي، ده كله عمل الخلطة اللي احنا شايفينها في وسط القاهرة.
طبعا في بعضها تم اهماله، طبعا معظم العمارات ومعظم المباني ده مملوك لاشخاص، فطبعا الدوله اخذت على عاتقها ان هي الكلام ده يتم ترميمه ويتم وضع خطه شامله لتطوير المباني باعتبارها بالفعل ثروه تهم كل المصريين. صحيح. لا تهم فقط ملاك هذه العقارات. طيب خليني انتقل للتعليم. التعليم العالي، ويعني واضح من الاجتماع انه تطوير منشآت التعليم العالي، المنشآت اللي موجودة، أيضا إقامة جامعات جديدة، ده شقين، إن أنا عندي منشآت محتاجة تطوير وكتير، مش هقول قليلة، هي كتيرة. صحيح. صحيح. وعندي إقامة جامعات جديدة. وإقامة جامعات جديدة الحمد لله، يعني إحنا بنقول إحنا دولة شابة، فإحنا لازم نفكر للأجيال دي لما توصل تلاقي لها مكان في الجامعات. شوف حضرتك، احنا طبعا لو عملنا حصر لعدد الجامعات اللي انشئت في العشر سنين بس هتشوف الفرق. كان عندنا 49 جامعة لغاية سنة 2014. النهاردة على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية النهاردة احنا عندنا 92 جامعة. يعني طبعا في ضعف الرقم اللي كان موجود، اضيفت جامعات توازي العدد عشان زي ما ده الأهلية والخاصة كله. الأهلية احنا عندنا الجامعات الحكومية 28 جامعة، الخاصة 27، الجامعات الأهلية 20، الجامعات التكنولوجية 10، في 6 مؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية، عندنا 7 أفرع لجامعات أجنبية أضيفت لخريطة الجامعات في مصر. هناك مستهدف كمان لزيادة العدد، والنهاردة الدولة يعني متجهة اتجاه أنه يحدث نقلة نوعية في التعليم العالي تحديدا، والاهتمام بالتعليم اللي يناسب البيئة المصرية ويناسب الطبيعة المصرية، جودة والاهتمام جودة التعليم والجامعات التكنولوجية في تركيز عليها دلوقتي. جنب ده في الجامعات الأهلية كمان، لأنه الجامعات الأهلية بتجمع بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، ده طبعا هدفه التخفيف عن المواطنين بأنه أولا جودة التعليم زي ما حضرتك قلتي، إلى جانب أنه بيتيح فرص تعليمية وبيتيح إمكانات تعليمية بأسعار مناسبة. فده الجامعات الأهلية طبعا ده الهدف الرئيسي. الجامعات الحكومية طبعا موجودة وبتأدي دورها وبتأدي عملها، وعددها يعني 28 جامعة. الجامعات الخاصة عندنا 27 جامعة بتأدي دورها برضو في العملية التعليمية. الجامعات الأهلية اللي التكنولوجيا محتاجة تزيد شوية، التكنولوجيا 10. أنا الدولة يعني دلوقتي تركيزها على زيادة الجامعات التكنولوجية والجامعات اللي لها امتدادات خارجية علشان جودة التعليم زي ما حضرتك أشارت، لأن ده مهم جدا إن احنا بنبني طالب ينفع مجتمعه بعد كده ويكون جزء مؤثر في يعني سوق العمل محتاج إيه، بدل ما نخرج طلاب يضافوا إلى يعني هو خريج جامعة لكن ما فيش قدامه فرصة عمل مناسبة لتخصص. فالنهاردة لما بنركز على التخصصات، الجامعات التكنولوجية النهاردة بتخرج يعني طلبة بيدخلوا سوق العمل على طول. يعني في بعض المؤسسات الصناعية والاستثمارية الكبيرة كمان لجأت ان هي تنشئ جامعات لهذا الغرض، بيلحقوهم بسوق العمل اللي موجود، اللي هو موجود اوريدي. نعم. فهو بيأهل الطالب انه للتخصص اللي هو محتاجه داخل مصنعه او داخل مصانعه. فده طبعا اتجاه اولا في تكامل بين العملية التعليمية والعملية الاستثمارية وحاجة المجتمع لطبيعة الخريج. أتمنى يبقى في نظرة للتعليم الفني. أنا عارفة ده مش تخصص وزير التعليم العالي، بس أتمنى أن التعليم الفني يبقى فيه اهتمام بشكل. التعليم الفني مهم جدا وفيه اهتمام. المرحلة اللي فاتت كان فيه المدارس المتخصصة وفيه كمان المدارس اللي أضيفت سواء مع الجانب الألماني أو الجانب الياباني. ففيه اهتمام كمان بأنه نوعية المدارس اللي هو التعليم التكنولوجي المتخصص اللي هو فترة التعليم المتوسط زي ما حضرتك أشرت. نعم. بس هو احنا محتاجين ان احنا نركز عليه ونزوده المرحلة. صحيح. اللي جاية.